وخلينا نتكلم عن أبطال الفيلم التسجيلي التمور عن الواحات، واللي تم إذاعته خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، واللي شهدها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. وكان موجود في الاحتفالية فاطمة عبد الرسول، دكتورة الآثار والإرشاد السياحي ومؤسس مهرجان تمور الواحات البحرية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتورة فاطمة عبد الرسول. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدين. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. عايزين نتعرف من حضرتك أكتر عن طبيعة مشاركتك في الفيلم، وإحساسك إيه كمان لما الفيلم اتعرض قدام السيد الرئيس؟ صراحة دي شعور رائع جدا، حقيقي مش هيتوصف أبدا في كلمات، هو بس يتحس. يعني حاجة رهيبة جدا، وشرف كبير للواحات البحرية وبنتها الدكتورة فاطمة عبد الرسول أن فخامة الرئيس ينظر للواحات البحرية وبنتها والتحديات اللي واجهتنا في جميع المشاريع اللي ربنا أنعم عليا بيها في تنمية الواحات البحرية زي مهرجان التمور. دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا، وكرمنا في أكبر وأروع احتفالية في الشرق الأوسط، ده فخر كبير جدا. مهرجان التمور كان بالنسبة للواحات هو تسليط الضوء على الموارد الاقتصادية للواحات البحرية، سواء كان الزراعة أو السياحة. احنا عندنا التمر في الواحات هو اقتصاد، هو العنصر الأساسي في اقتصاد الواحات ودخل الواحات. فبننتظر موسم التمور ده وجني محصول التمور كأننا بننتظر المولود بالظبط. بيبقى في فرحة عارمة على أهل المدينة، لأن جميع مواطنين الواحات البحرية سواء كان دكتور، مهندس، مدرس، عامل، كلنا بنشتغل في زراعة النخيل وارثينه عن أجدادنا، وهو ده مصدر الدخل لينا. فبالنسبة لنا كان بعد المسافة بين الواحات البحرية والمحافظة كانت تفتقر للاهتمام الإعلامي أو الترويجي بسبب بعد المسافة، فكان ضرورة إقامة المهرجان التمور لتسليط الضوء على تمر الواحات عشان نقول إحنا موجودين وعندنا تمر من أجود التمور اللي موجودة في وادي النيل. لأن مدينة الواحات البحرية هي أكبر المدينة المصدرة للتمور، وكان بيتاخد تمر الواحات البحرية وبيتم تغليفه في مدينة تانية وبيتكتب عليه اسم المدينة التانية. فده كانت غيرة إيجابية لمدينتي وأهل بلدي، فقررنا وقتها إن احنا نعمل مهرجان مضافة طبعا مساعدة محافظة الجيزة، وكان برعاية مجلس الوزراء وقتها. فبالنسبة لنا ده حاجة جميلة وفخر كبير طبعا جدا. وطبعا الرئيس شكركم يا دكتورة، وشكر كل واحد فيكم، يعني كل من الأبطال اللي حاول يبدع في مجاله. وخليني أقول يعني كلام الرئيس دعم كبير. يعني شفتي أو استقبلتي الكلام ده إزاي؟ أكيد طبعا كنتي مبسوطة، حسيتي بإيه؟ أحكي لنا. وهل الفترة اللي جاية هنشوف أعمال يمكن تانية عن الحاجات الجميلة دي مصر بتمتلكها؟ دي حقيقة شعور جميل جدا، كان مختلط ما بين فرحة وما بين عايزين، يعني بكينا من الفرحة ان فخمت ونفس وجه لينا رسالة قوية جدا، اشتغلوا وانا في ظهركم، خليكم تحدوا وانا في ظهركم، طول ما انتوا بتنموا وطول ما انتوا واقفين دي ذاتنا اصرار فوق اصرارنا وتحدي فوق تحدي وقوة فوق قوة. قد ايه احنا يا بختنا سيدات مصر وشبابها برئيسنا الجميل اللي شايف رغم التحديات اللي بتواجه معاليه وفخامته خارجيا وداخليا وانشغالاته الكبيرة، الا مش ناسي شباب بلده، مش ناسي سيدات مصر، واحنا بنعيش عصرنا الذهبي زي ما بقول، دي حقيقة وعلى ارض الواقع. فبجد يا بختنا بمعالي الرئيس قد ايه مهتم بالشباب، ده هيبقى دافع. احنا لمسناها في عيون سيادته وانه مبسوط بينا وكان بيحيينا واحنا قاعدين، فرسالته كانت قويه جدا ودعمتنا. بل بالعكس باذن الله ان شاء الله 15/11 باذن الله في حاجه كويسه تاني هعملها للواحات البحريه، لانه طب ادينا كده يعني بسرعه يعني فكره عنها ايه؟ كل يوم نعمل حدث جميل وجديد. ادينا فكره سريعه عن الحاجه اللي انت عايز تعمليها في شهر 11. باذن الله في سوس النخيل
يعني بتأثر على منتشرة كبيرة جدا في الواحات البحرية وبتأثر على المحصول. فتم التواصل بإذن الله مع وزارة الزراعة لمكافحة سوسة النخيل، وإن شاء الله في برنامج كويس هينزل ويتم تدريب الشباب الواحات إزاي يعالجوا السوسة وإزاي يتم رشدها بحيث يعني نحافظ على المنتج. شكرا جزيلا للدكتورة فاطمة عبد الرسول، أستاذ الآثار والإرشاد السياحي ومؤسس مهرجان تمور الواحات البحرية.